يما كل بعد بيتي يا حافظ يما يا حافظ يما مقلب ولي ما يا حافظ يما مقلب ولي ما يا حافظ يما صارت جريمة يا معدل يما صارت جريمة يا معدل يما جيب ضيفك يا حافظ رايدة عزمة تجريب ودجاج طبخيتك تسمع جيب ضيفك يا حافظ رايدة عزمة تجريب ودجاج طبخيتك تسمع ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا وخلي الحراس تشينا وخلي الحراس تشينا قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد امه قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه صحيح ما صحيح يا بعد امه مقلب مقلب امودي كلهم امودي امون عليهم امون عليهم هاي اللي يعني يا امه هاي الخوة هاي يا حافظ يمه اشتردي يمه يا حافظ يما مقلب وليمة يا حافظ يما مقلب وليمة يا حافظ يما صارت جريمة يا معدل يما صارت جريمة يا معدل يما من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن طاقة فر الهبة صارت لمصيبة ومن طاقة فر الهبة ضيف صارت لمصيبة الكينا انحط بريبة الكينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يما جربي جاي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين نلتقيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم مقلب وليمة طبعا فنان شاب محترم طيب يعني شق طريقة بشكل جميل ولطيف وشكل حضور بالشاشة العراقية اليوم احنا جبناه بطريقة ما ودخلناه ضمن المقلب اللي هو مقلب وليمة راح أقول لكم بي منو أقول بي أقول لكم بي يابا نقول هلا بي هلا فناننا الجميل علي نجم حافظ يما 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 قولي بعد بيتي يما هلا بيج واحد مش هلا احب ضيفي يما انا احبه بس اشقى وياي السلام عليكم شلونك حبيبي شلون صحة مرحبا مدام شلونكم عيني شلون صحة شلون عافيتك شلونك زين اهلا وسهلا تفضل تفضل على السلامة يا الله يا الله شلونكم شلونك يا حبيبي يلا طول بعمرك استريح استريح قلبي باب الخير باب الخير حبيبي شلونكم عين انت النور يعني هذا علي نجم جبته لانه البارحه علاوي ابو حسين قاعد جبت استاذ ابو استبرق قلت لهم اليوم عندنا موعد انا واستاذ علي بخصوص الولد اللي من اهل الحله فعلى مود المسرحيه فقالوا لعد ما دام هيك احنا هم راح نجي انا مطلبهم فلوس فقلت له يابا لعد الدعوه الوليمة عليه زين بطلبه يجي اول مره ما بيطلبه يجي اول مره وانت مشتغل بالانتاج الا واحد يجي بس هو شو يطلب الاستاذ علي؟ حبيبي جبنا عصاير واليوم عندنا ضيف جاينا ان شاء الله من يجي يطلب هو الطلب ماله غير شكل شدات يعني ثقيل مو طلب حكي لا راقبه من اقول لهم بطل ما يشتغل تلفزيون ما قادر لا ماكو بعد ما تشوفون لا لا اي ولا الدراما جايتني غير اكل اكل على صديقنا العزيز لا يقول من يجي لاكل اكل جواز جبته؟ جواز عودها هذا خاطرني كل ساعه يقول لي جيبه خليني اشوف له يا الله وانت جبت مالاتي لا لا جايبيهن جايبيهن مالاتي قبل البارحه لا لا قبل البارحه جبناهن هذني شوف يبجن عليك الله يسلمك
نشف دموحي نشف. يا حبيبي يلا حبيبي خلينا ناخذ من السيلفي وقف بس يلا شنو هي فتحة الفلوس؟ اي اي نعمة هاي نعمة شموا ريحتهم. يلا يا ما حسيت فيها ما حسيت فيها اي ما توجع هذا الاربع شدات حبيبي شكرا لك شكرا يا ذهب يمكن هاي الورقه زايده لا هاي وهي مثل الطابره من عندي تريد اخذها هاي مال افلام مصريه بالله اي لا هذه حلاوي تبوع عليه انعجبني حلاوي خدمته انا خدمته ابو حسين والله وداعتك على لا ان شاء الله يمنا حلاوي يمنا يمنا حلاوي ان شاء الله الله يكفينا شر وزيد خير ان شاء الله ايوه هسه ابو حسين اي والله اشتغلنا ويا الشباب ما قصروا ويانا والله ايش مشتغل ما قصرنا لا هو اكو مشروع انت ما عرفت بينا ابو اه طبعا ابو استبرق استاذ هيثم رجل اعمال وزوجته اهلا وسهلا شكرا حبيبي شكرا يا قلبي عندك ايش عمي وهاي الورقه الزايده شوفها زايده صارت هاي دفعه ملك حبيبي انت شكرا لك هاي ورقه بعد جديد بعد جديد انا عاجبكم انا اصير طول ورقه بعد يدفينا عليها لا وحسين جديات ما دام طلبت اعطيك ورقه لا 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 خدمتك على والله داد الله عليك لو باقي لو باقي لو باقي على التمثيل ورقه لا التمثيل لا لا التمثيل غير مو ورقه لا لا مو فني لا لا ما هذا شغل خاص ما يطوى ورقه ان شاء الله يطوى ماكو ورقه لا استاذ هيثم استاذ هيثم الشغل التجار تقول ماكو ورقه الشغل الشغل كل شيء نسبه وتناسب ف اليوم احنا ما يعني ما نستغني عن الدراما ولا نستغني عن البرامج ولا نستغني عن السينما ولا المسرح بس احيانا للضروره احكام يعني بس وقتهم يعني وقت فلوس هسه لا لا هاي بالنسبه لك احيانا هسه كل شيء بالفلوس انا بعدني مو انا احنا والله انا يختلف يعني ابتلينا اشتغلنا وياك انا هو ما ابتلينا يا سلطان عفوا ان شاء الله المشروع خير يا بابا حمودي اللي يرمش لي فدوه راح اجيب لك اياه وانا اعرف اعرف صاحبي بابا بس اجيبه واجيبه لا تاخر عيني حبيبي انت حبيبي استاذ شلونك عيني والله الحمد لله شلونكم اخباركم احنا اشرب اشرب ولا ارتوي حبينا نشوفك اول شيء نتعرف عليك تسلم استاذ حافظ تسلم من يا رب طبعا احنا البارحه صرينا الا تجي الا تجي انت اليوم اول شيء شوفتك حلوه قبل 10 ايام خابرني استاذ حافظ على المشروع ولو انت مالك علاقه بالفن ما نسولف لا اذا انتاج هم ندخل فيه مو مشكله لو تريد تاخذ من هذا المنتج نشرف احنا بس نشوف علي ناجم بالانتاج علي ناجم بالانتاج علي ناجم وقع بيها علي ناجم وقع بيها يا علاوي يا ابو دعور طلع روحك يلا بزود يلا بس بالانتاج علاوي يجيب الماي ويجيب الشاي وين تودي وين نروح روح لك شدتين ثلاث احسن ما واقف بالمسرح والمخرج كل ساعه صايح عليك واكشن وما ادري شنو كل ساعه عايدين توقيع واحد تاخذ لك دفترين ثلاثه غير مناقصات اي ما بيها شيء هي تاخذ شلع تريد نسبة تمثيل هي الحياة مو كلها يعني تمثيل مو يعني هذا شغل ثانوي احنا هذا شغلنا يعني لا مو ما يصير تعتمد بس على التمثيل هذا شغل ثانوي يصير ما بيها شيء يعني ترى احنا نحب نفيدك يعني تسلم لي تسلم اذا تاخذ خلي استاذ حافظ مستفاد كافي شنو قابل هو احسن منك استاذ حافظ طبعا لا 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 حتى لو تاريخ هو مو احسن منك احنا شفناكم كافي لا احنا بدك تشتغل ويانا تسلم لي ابو حسين حبيبي يسلم عليك الله يسلمك بالسياره ويجي يقول انا جاي اسف يقول لك بس انت شو كانك يعني مغرور بنفسك شنو يعني مو منو استاذ حافظ لو انا لا لا انت استاذ حافظ جبنا له طريقه ابو كرار انا حتى انا ما راح يسموني علي راح يسموني مغرور الفلوس جابتها انت الفلوس هم تجيبك ابو استبرق لا لا سمع لا ابو استبرق في دول لا لا جايب لك واحد لا بس شنو اشتغلت وياكم بس انا ضيفي انت ضيفي من يجي يحترم ابو استبرق انت انسانه محترمه مستبرق الله يخليكم مستبرق ان شاء الله انت انسانه محترمه يعني انت بايقه ذيك المره يعني اول شيء انت حارمه قلب مره من عنده هاي اول شيء ثاني شيء انت ما تعرفيني شلون تقولي لي فطير وشنو بس تتمضحك شنو ايش عليك ايش عليك ايش عليك ايش عليك اختي العزيزه انت ايش عليك انت جاي تستهزئ بينا بعدين ترى حكي هذا لا انت احكي لا استاذ حافظ اول شيء انت جاي انا ما اعرفك يا اخي بلا انا ما اعرفك انت سكتي بلا زحمه استاذ سمع خلينا احكي انا بلا زحمه بلا زحمه انت قصير عصب بس يا عم بلا زحمه بلا زحمه بنتك بلا زحمه انا ضيوف دولة وضيوفهم محترمين فطير لا انت الفطير فطير. انت الفطير مو فطير انت الفطير مو فطير احترم نفسك تفضل فنان تفضل بلا زحمه بلا زحمه ما كان
بلا زحمة من العالم من العالم هالمرة شو مرت الكلاس انا بلا زحمة بس اجمل اجمل عليك لا 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 ادور واحدة يلا يلا لا تستحوا مو صوتكم مو صوتكم انتم صوت حساب على حافظ هذا الانسان الراقي يلا 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 تعتب على حافظ لو حدد يلا استاذ حافظ يعني شلون تقعد يا ناس هيك؟ هذول من العالم هو تسرعان تعرفنا في الدور شو يقولون هو هذا حال الفنان؟ مو صحيح؟ الو؟ لا لا حال الفنان انت ما تعرفهم يا انا ما اقدر احكي انت تاريخ كبراتك هو انا شو مسوي بايك هلا؟ انا ما اعرف المشروع بيناتكم حاسدنا عليه اربع دفاتر انت من قمت انت اربع دفاتر انت من قمت ايش قال؟ هاي العرب قاعد تقول لا لا احسن منك انت طبعا احسن مني انت بسز واحده ما محترمه طبعا يعني صوتش اشتغلت وياهم صوتش اشتغلت وياهم انا هسه تعرف اكثر اكثر رجال دي يجينا على مدن المسرحيه حتى نروح للحله يلا هاي اخر شغله راح يكون الايام زين والله تعوفهم احسن شيء تعوفهم شو خلولون خلولون خل اروح اجيب ابو حمود واجيك انا يلا عادي ريلاكس ريلاكس حبيبي ديتول الفتون او عطر الفتون ولا تنسى عبايه الفتون وقاصر الفتون وجل الفتون بعديد الفتون بس لا تنهوسين هاي انواع الفتون لا تنهوس بعد اليوم اشكرك حبيبي هو هذا الانتاج الصحيح للعائله العراقيه بعديد الفتون كل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه يوم جربي جاي 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 هلا يا حبيبي الروح يا بعد عيني على وجه طيمك كلها فلوس مزورة يا حبيبي روحوا له روحوا روحوا له روحوا روحوا له روحوا له روح له حبيبي روح روح له إيه لا تعض علاوي جلب جلب طبعا أعزائي المشاهدين علاوي وقع به علاوي تعصب تعصب جدا تعصب ومن يتعصب علاوي يفقد طبعا مدير انتاج واعظ رفاق علاوي قدم علاوي علي نجم علي نجم علي نجم ولج اشمرت علي نجم روح وله حبيبي شبابي حبيبي 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 استاذنا العزيز ممكن سؤال بلا زحمه اي جواب هذه الشنطه لك لا هاي الاستاذ حافظ يا حافظ العيد ممكن تفتح لي اياها بلا زحمه انا ما اعرف افتحها ولا انا وهي امانه يعني يجي هو اسرع يجي مرخصتك يعني لا ما خليه يفتح يعني يجي صار حافظ افتح لا ما انا مكلف انت شنو هويتك شنو؟ انا شنو يثبت لي؟ يثبت لك هواي اشياء شنو؟ لابس لابس قاط وهاي لابسين لا مو على القاط بس يعني انا بمكان محترم يعني زين هويه بس شيء جايب لك كلب وجايب لك يعني انت من هاي؟ انا ماكو داعي يعني اجيب لك هويه اي هسه تعال تعال اقعد يمي تعال اقعد 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 بس اقعد 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 يلا هاك اشرب هسه يجي استاذ حافظ ويفتح لك الجنطه لا حبيبي انا عندي شغل علي مرخصتك مرخصتك بس لحظه حبيبي استاذ عين فنان معروف اي اشرب ما لك مشاكل اشرب بك ما لك مشاكل وهاي الشغله مو الي تريد تفتش بتليفوني تريد تاخذ سيجاره اطق سيجاره بس هاي الشغله مو الي لا هذا واجب يجي استاذ حافظ وتفتحها حبيبي استاذ مرخص هسه جيت بكل احترام وانا هسه بكل ادب وقلت بكل احترام دا يعني شو تريد تسوي مثلا شنو احنا حرامين تفتح الجنطه اي هسه يجي استاذ حافظ وتفتح الجنطه وخذ راحتك لحظه اسمح لي استاذ لحظه اسمح لي لحظه
عوف الجنطه وشرها ولغوتها. ترى استاذ بس خلني اخدمك انت، هذا مو تأدي دور مسلسل او شيء، انا جاي مكلف باجر. وانا ما قال لك دا امثل، اي قال لك منصوبه كاميرا، قال لك اكو انا جيتك بكل ادب اريد افتح الجنطه عندي موضوع بيها. وانا هم كل ادب شنو بداخل الجنطه؟ شنو بداخلها؟ ما اعرف، مسمسكات، فلوس. اي خلينا نفتحها ونشوف. مو مالتنا حبيبي، مو مالتك. اسمح لي اسمح لي اسمح لي واجبنا. لحظه، اول شيء انا ما قاعد، انا ما قاعد قدامك نكره. مو لا جيت انت عايز على حافظ. شوف وين، شوف لي حافظ وين، مشان ما اروح وياك. لا تجي وياي. ما رايك شنو طلابه عندك؟ طلابه او ما طلابه؟ طلابه شنو طلابه؟ شو تري شو تري؟ جنطه ايش بيها؟ ايش ما ادري ايش بيها؟ ها؟ تعال ابو كيناي. تعال. خلاص. جنطه متروسه دولارات. وانا ايش ما ادري انت ما راح تفوق منهن؟ كلها انا فوق. طبعا فتحت شيء مو مالتك. احتاج لك. اول شيء جيت، اول شيء جيت اشوفك استاذ علي كلها فلوس، هسه صارت جزمة مزوره مزوره النوبه حتى تاخذهن. طبعا هي قفص عليك مو حتى تاخذهن. خذ يلا استاذ هسه يجي حافظ العبي. تفضل حبيبي تفضل. انا شنو؟ تفضل وياي. شفتها قدامي الجنطه؟ شلون؟ شفتها قدامي؟ هي قدامك. طبعا شنو قال لكم؟ انتهى طلبني. ايوه قال لكم هاي الفلوس؟ مركز ايوه ودزون عليك. دزون عليك؟ قلت له ما موجود. يقول لكم الجنطه بعطيكم اياها؟ يقول ما اعطيها ولا اطيحها. روح 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 على نهار. طبعا ما يفتح مدير انتاج. يفتح الجنطه ذا ما هو يفتحها على شنو يقول بس. صارت له مصيبه الكينا انحط بريبه، الكينا انحط بريبه. قل الشاقه قل الشاقه قل الشاقه يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه. معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات، مواد تنظيف وتعقيم بمواصفات حديثة، خطوط إنتاجية حديثة لإنتاج أفضل وجودة عالية. منتجاتنا حديثة وبمقاييس عالمية، نحن نقدم الأفضل والأحدث. معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات، العراق، بغداد. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف ألف خير. سؤالنا للحلقة 14 من برنامج مقلب وليمة، هل للفنان علي نجم أدوار كوميدية إضافة للأدوار الجادة؟ جوابكم راح يكون نعم أو لا. هل للفنان علي نجم أدوار كوميدية إضافة لأدوار الجادة؟ نعم أو لا. أرسلوا إجاباتكم برسائل SMS على أرقام الهواتف زين 4827 اساسيل 4224. الفائز بالقرعه راح يربح وحده من الاجهزه الكهربائيه اللي تتوزع يوميا برمضان بعد بث الحلقه اليوميه من برنامج مقلب وليمه، وهي شاشات تلفزيونيه، ثلاجات كهربائيه، ومبردات ماء حديثه. الجوائز مقدمه من معمل الحوراء لصناعه المنظفات والمعقمات، العراق، بغداد. Thank you.
ابو حسين شلونك؟ حبيبي شلونك؟ اقول لك وين انت؟ شو لا انت ولا جنطه؟ وين رحت؟ معاود ابو علي انا ما ادري شنو مالك. شنو يقلبوا عليك؟ انت وين علاوي؟ شو رحت الورد؟ جوكين غرفه المدير. جوكين ما ادري شلون لابسين قوط وجايبين مسجل وما ادري شنو هذه السوالف. علاوي علاوي فدروا عليك علاوي فدروا عليك ترى خلصان قلب الرجال جاينا من الحله زين وجايب النصوص وجايب العقود. شنو كلام شنو فدور عليك؟ فدور عليك سير 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 ما لا غير لا اخلاق لا احترام قاعد قبالي من مين جاي؟ ذول الناس طردناهم انت اخذت الجنطه وطلعت بيها وين رحت؟ الجنطه آه وين؟ انا اخذت الجنطه صدقك علاوي علاوي عيبنا عليك علاوي علاوي فدور عليك علاوي حبيبي انت خويا صديقي يعني انا وغلطه المدير اقول لك علاوي اذا انت عندك نقص بالانتاج فانا ما عندي مانع اداينك زين حتى لا يصير نقص عندك انا عندي خير من الله وداعتك ومسترخي وحاجه زين حبيبي حبيبي خلي ولا دني خلي ولا دني انا رايح لك للبيت على رايح لك للبيت هناك اقعد نتفاهم انا وياك وجايب المنتج وياك للبيت للبيت فوت على كيفك على كيفك تعال انت ليش تدخل على كيفك هذول ولا كلمه اترجاك تقول ذا الفلوس ما الحاف بس قول هالفلوس ما الحاف يعني انا اترجاك اعتبرنا اعتبرنا اخوك وترجاك صوري خلنا احكي وياك انت ما محترم لا انا محترم انت محترم لا 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 انت محترم احنا محترمين اوف صار هناك انت ما لك غرض احنا بنطلع منه مو ذهب انت ما لك غرض بالصح فين مجال انت ما لك غرض بالصار هناك انا اعتذر من عندك استوعبك ايه والخاطر اعتبرنا اخوك قول هذا اني ما الحافظ انت اخوي انت انا ما اتشرف انت اخوي ليش انت هسه اشوفك في الشارع عم اطلع ليش قول هاي الفلوس ما الحافظ ليش انت ما الحافظ هاي الفلوس يعني خاطر انا اذا طبيت في السجن واقع كلهم رجال خلنا نحكي وين ولد خلنا نحكي وين ولد على كيفش يعني انا ترجاك خلنا نحكي وين ولد اسمع انا دا احكي اسمع انا ترجاك يعني اسمع جاي ترجاك اول شيء انت نصاب لا مو نصاب ثاني شيء ما اقول الفلوس مال زوجي انا طلعني اعطيني مجال قول الفلوس مال زوجي اعطيني مجال خلنا نحكي اعطيني مجال وخريدي انا عوفيك وخريدي انا دا احكي لك انا ترجاك قول هذا الفلوس ما الحافظ انت حرامي شنو ترجعني ما يخالف انت حرامي اعطيني مجال انت حرامي حافظ بابا انت حرامي اعطيني مجال قاعد الخاطر محمد بس قاعد انت حرامي قاعد هنا اعطيني مجال اقول لك حافظ يطلع انا ما اطلع من السجن ليش ما تطلع؟ ما اطلع انا واخر من قدام واخر من قدام حافظ يطلع انا ما اطلع انا ما اطلع انا ما اطلع خاطري واخر من قدام خاطري انا ما اطلع عقبي وخر البيع حافظ بس قول ما حافظ ربك ترى وانت بس قول هذا انه ما حافظ قول ما حافظ ولا ما حافظ انا لا لا خاطري انا جاي اتوسل فيك جاي احكي لك اتوسل لك علاوي علاوي بدك تكون علينا ولا علاوي سرسري هذا وانت صوتك انت صوتك ليش علاوي واحد العرب يتعامل هذول ايش تسوي واحد العرب انت شنو مزورتش 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 علاوي علاوي عفوا علاوي علاوي لا علاوي 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 مقلب هذا مقلب مقلب علاوي مقلب علاوي مقلب علاوي مقلب مقلب وداعتك مقلب علاوي مقلب وليمه صديق تاجي روح ابوك والله ما كنت بس عشان كنت الله ما له حلقه ما بطحتني ذاك الموسم الله مقلب بعد السكر بعدين الله اهدى 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 مقلب علاوي اهدى زين ليش احبك والله مو تعرف سنة بتشتغل نصاب لا لا ادري لا قبل 56 اخذوا من حمادتك مليون اخذوا في شرف مليون ما اعطونا يا هزه العلام ذكرني بالمنحة المليون اي والله راحت راحت علام وتشتغل بالتزوير انا اشتغل بالتزوير علام شو تقول لك؟ اللي ادري بيموت نزل الجنطه روح تروح من اشوفه ارجع عليك روح تروح روح تروح علام ايش ايش مرتاح؟ وين المنتج؟ ها؟ وين المنتج؟ لا انت المنتج وين هذا بالمسرحية؟ يا مسرحية والله ما اقول والله ابوي ما اقول ايش قد سويت لي دول مع علاوي؟ لا بدعت علاوي عجيني ايش قد كلفك الدول مال السداد اعطيك ورقة من ذني المزورات الدول مال بالبيت زين انت شنو انت ممثلة؟ ها ما تحكين قول شو تحكين؟ قول شو تحكين؟ طبعا كلهم ممثلين كل زين انا اريد اضربها اقول هذا يعني شلون تضرب مرة زين عاد تشتغل عندي العشاري انت خلصت العباسه خذ زين شنو انا اقول لك اسف لو انت تقول لي اسف والله حضر عمامك وحضر عمامي
ما تقدر. الله يبعدنا من كل هم وكل وجع. على وش بتاع الحلقة يعني طلعت على تفاصيلها من البداية للأخير. هي من ايش وقت بدت؟ قبل 10 أيام. هي من ايش وقت بدت الحلقة تسجيل؟ قبل 10 أيام. لأن من رحت أنا طيت الأوكي قلت له محمد الحبوبي علي وافق يجي على هاي المسرحية أو همناك شلون نجيبك للدرب. وأنا أقول أروح أجيب قيامار. أنت صعب. قيامار الزدك هي حدا. نعرف الحلقة. الحمد لله وشكر من كان مقلب لأنه صراحة أنا ما أريد أشوفك بيج موقف. الحمد لله. أنا لأنه تعرف موضوع مو يمي كان أقدر أنا بكل بالي الموضوع مو يمي أنا أطلع منها بس حسبت حسابك بأنه حافظ ليش يتورط بيج شغلة ما أقبل يعني أتمنى بأنه هاي رسالة تكون. يعني والله هي رسالة هي أنت تقولها مو أنا اللي أقولها. هي رسالة بأنه الفنان رغم قلة الأجر بس احترامها هواي. نعم. وإنسانيته عالية جداً موقفنا مشرف لازم يكون دائماً ما أتمنى الفنان ينشر بفلوس غير الفنان ما أتمنى طبعاً ما أتمنى أي عراقي شوف أنا فرحتني من بدنا نمشي قلت لي منتج عراقي أنا توقعت على منتج عربي أو فشي يعني قلت الحمد لله المنتج عراقي من عندنا وبينا ما أتمنى أي واحد من هذا البلد لأنه هي فرص الشر كثيرة هسه الله يبعدنا عنها الله يبعدنا عليها فرص يبعد الشعب شعبنا وناسنا وعراقنا عنها ان شاء الله بالضبط بس بعدني ارجف بعدك ترجف طرق هالحلقة نعرفها كيف كنت نعرفها والله يعني اتمنى من الجمهور همينا يتحملنا خاف سئنا بحكايه لا ابد ضوجناكم بحكايه وراح تبدي التعليقات باليوتيوب لا احنا همنا سعادتكم بس هم على راسنا شي يحكون شي يقولون الناس الطيبة والراقية هم اللي يعوضون عن الناس اللي شو هي هذول وراء الكيبورد لا احنا نقول سعادتنا هي سعادتكم فرحنا هو فرحكم احنا كل ما نريد نقدمه هو من أجلكم وراح نعرض الحلقة أبو حسين نعرضها إذن أعزائي المشاهدين احنا نقول رمضان خيرات ومسرات عليكم وإن شاء الله يا رب يتقبل الطاعات منا ومنكم إن شاء الله اليوم وقعنا ابو حسين ابو حسين كان صعب يعني مدير انتاج وكل الدهاليز يعرفها زين وممثل جميل وراقي وانسان طبعا نظيف وابيض القلب وهذا ديدن كل الفنانين العراقيين ليس فقط بس علي ونقول نلتقيكم غدا ان شاء الله وحلقه اخرى من برنامجكم مقلب وليمه مقلب وليمه شلونك ابو حسين شلونك يعني بعد امك مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمه جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمه ضيفك مقلب سويله ومحتاج الرش وحجينه ضيفك مقلب سويله ومحتاج الرش وحجينه وخلي الحراس تشيله وخلي الحراس تشيله قل الشاقه قل الشاقه قل الشاقه يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن طقت فر الهبة صارت